ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا شجت احمد، وحشتوني جدا 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 بشكل يعني ما تتخيلهوش. اوكي انا اسف، انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات، بس الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه جدا بالنسبه لي، ما كنتش قادره ان انا اوفق ما بين الدراسه وحياتي واليوتيوب. بس ان شاء الله باذن الله خلاص انا ابتديت ان انا ارتب اموري، وان شاء الله باذن الله كل حاجه هتتحل وهرجع انزل فيديوهات باستمرار زي الاول. انتوا ما تتخيلوش قد ايه انا بجد وحشني ان انا اصلا اعمل فيديوهات واصور فيديوهات على اليوتيوب. يعني انا واقفه دلوقتي قدام الكاميرا قاعده بصور ومبسوطه جدا جدا، حاسه ان الموضوع ده وحشني بشكل غير طبيعي. كنت عايزه ارجع، كان في عندي فيديوهات عاديه كنت عايزه انزلها، مش فيديوهات تمثيل، بس انا لما قررت ان انا ارجع قررت ان انا ارجع بفيديو تمثيل. وسالتكم على الانستغرام عايزيني ارجع بفيديو عادي ولا فيديو تمثيل، لانه كنت ساعتها لسه برضو معرفش ايه اللي هيحصل، لانه فيديوهات التمثيل زي ما انتم عارفين هي تاخد وقت كتير قوي في التصوير جامد جدا، وفي المونتاج كمان بشكل غير طبيعي. بس انتوا قلتوا لي اي فيديو مهم انه تنزلي فيديوهات وكده، فشكرا ليكم. بس انا الحمد لله قبل ما انزل اي فيديو الامور كده اتظبطت، والنهارده الفيديو هيكون فيديو تمثيل. لو انتوا كنتوا جداد لاول مره بتشوفوني، او لو انتوا ما كنتوش دايسين على زرار الجرس، ففي جرس تحت الفيديو على طول دوسوا عليه. بس لو ما لقيتوش الجرس فهتلاقوا زرار لون احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه، وبعد ما تدوسوا عليه هيظهر لكم الجرس، فبعدها دوسوا على الجرس. وتابعوني على الانستغرام، ده اسمي وصورة بروفايلي، وكمان على الفيسبوك ده اسمي، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها هتكون تحت في صندوق الوصف. فوف واو، وحشتني اول مقدمة دي. اوكي خلينا نبدأ على طول. الفيديو النهاردة هو فيديو مش عارفه اشرحه لكم ازاي، بس هو فيديو كان حاجات انا واصحابي كنا بنعملها لما احنا كنا في المدرسه، بس انا هجسد لكم المواقف دي بالظبط مشاهد تمثيليه في الفيديو. لما انا كنت طالبه في اعدادي وابتدائي وكده كنت طالبه هاديه جدا، وما كنتش خلينا نقول بعمل حاجات مشاغبه في المدرسه مع المدرسين او ايا كان. لكن لما رحت ثانوي تحولت، معرفش تحولت ازاي، فبقيت بعمل حاجات كده مشاغبه مع المدرسين، معرفش انا وصحابي، معرفش تحس ان كانت مرحله كده في حياتنا كنا بنعمل فيها حاجات مشاغبه قوي. هو ساعتها كنا بقى صغيرين ومراهقين وكده، يعني لما انا باجي افتكر المواقف دي دلوقتي بقعد اقول هو انا ايه اللي كان حاصل لي يعني، وبقعد اضحك على المواقف دي لما بفتكرها. فالنهارده هحكي لكم على مواقف كنت بعملها، كل المواقف دي اللي انا هحكيها لكم مع مدرس واحد، يعني كل المواقف اللي انتوا تشوفوها دي حصلت مع مدرس. طبعا في مدرسين تانية حصلت مع مواقف تانية، بس انا النهارده خلينا نتكلم عن المدرس ده. المدرس ده كان بيدينا في اولى ثانوي. المدرس ده كان مدرس طيب قوي، ومن كتر طيبته ما كانش تقريبا بيعرف يتعامل معانا كويس، او كان عايز يبقى هو كمان طيب معانا ويهزر معانا ويعتبرنا زي ولاده، بس ما كانش عارف ازاي. واحنا كنا بنستغل طيبته دي، كنا بنستغلها قوي. كنا ممكن نعمل حاجات مشاغبه واحنا عارفين ان هو مش هيعاقبنا لان هو طيب. انا كان الديسك بتاعي الصف اللي قدام او الديسك جنب الشباك. فمره كنت قاعده وجنبي صاحبتي، ديسك انا وصاحبتي قاعدين فيه، كنت ببص على الشباك بقول لك ايه، بصي 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 يعني على تحت كده شايفاها يا بنتي عينك، تبص عليه. ببص على السماء والسحاب. والله بص حضرتك شايف السحابه اللي هناك دي؟ فين دي؟ شايف السحابه دي؟ لا سيبها، اللي جنبها بقى. ايوه اللي جنبها هناك دي، اللي جنب التانية اللي هي ايوه شفتها. السحابه دي كده تحسها سحابه 3D كده، عارف اللي هو مقلوبه كده معموله، عارف اللي هو تحسها بجد تحسها سحابه 3D كده. بس حضرتك هناك 3D. تصدقي والله فعلا شكلها 3D. انا بقى كنت بص عليها وكنت بوريها لصاحبتي. طيب كملي 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 فرجة.
بس هو انا فعلا على فكره كنت ببص على السحاب من الشباك، والله بجد مش بقول له كده يعني، لا فعلا. بس انا ما اعرفش يعني هو ايه اللي خلانا نبص على السحاب واحنا عمرنا ما شفنا سحاب في حياتنا يعني ولا ايه. بس كنا صغيرين، كنا مراهقين. في يوم تاني كان المدرس ده كتب لنا حاجات كتير على السبورة على البورد، وقالنا ان احنا ننقل، كان مدينا من ضمنها اسئلة يعني على البورد علشان مفروض ان احنا نحلها، مفروض ان احنا بننقل ونركز ونحل. وهو رجع قعد في اخر ديسك ورا في الصف اللي ورا خالص. الفصل كله كان هادي بشكل غير طبيعي، ترموا الابرة بترن. انما انا بقى وصاحبتي نسكت، كنا قاعدين نتكلم في مواضيع تافهة وبتخانق معاها على حاجات تافهة. بصي انا هقولك على الموضوع. بصي يا بنتي، هي اصلا حقوده يعني، انا مش فاهمه هي كانت قاعده تتخانق معايا قوي ان انا احنا ما قلناش حاجه يعني. هي لو كانت عايزه تصاحبنا احنا ما كناش هنقول حاجه. بتجيب كده خناقات من تحت الارض، انا ما اعرفش بتجيب الحاجات دي منين اصلا، وبتجيب كلام كده من تحت الارض انا ما اعرفش بتجيبه منين. الاثنين اللي قدام المهم كملي يعني، هي عملت ايه في الاخر؟ المهم بقى، فانا رحت عملت معاها ايه بقى؟ رحت اتخانقت طبعا. امال انا هسيب حقي؟ اكيد لا. بس انا مش فاهمه بجد، انت كلمتيها وقلت لها ان انت بتعملي ده غلط. طب ماشي انا مش فاهمه، انت بتتخانقي معايا انا ليه دلوقتي؟ بتروحي تزعقي لها هي، وانا اللي شايفاكي قدامي دلوقتي اللي انت بتعمليه ده. انا بجد مش فاهمه يعني. اقفلي الماركر علشان ما ينشفش. اشرقت واللي جنبها مش انا قلت اسكتي؟ فكر في اللي انت قلتيه. الكلام اللي انا قلته ان الماركر ما ينشفش. على فكره بقى هذه حقيقه علميه، صحتي اقفليه عشان ما ينشفش، عشان لو نشف هتضطري ان انت تجيبي لي غيره. اسكتي، اديني قفلته. اشرقت واللي جنبها. اكتبوا مستر. على فكره احنا بنكتب. اكتبوا من غير صوت، الفصل كله ساكت ما عدا انت. بس احنا بنكتب، مش حضرتك عايزنا نكتب؟ احنا بنكتب. ما تكتبوش بس، اكتبوا وحلوا اللي موجود على السبورة، خلاص؟ بقول لك ايه، هو السؤال ده هيتحل ازاي؟ هتقول لنا ايه؟ لا لا لا، لتر بي. لا ايه؟ طب انت ايه اللي خليكي تقولي ايه يعني؟ انا مش فاهمه. ايه هي هتبقى كده؟ يعني ايه هي كده؟ طب انت ايش عرفك ان هي هتبقى بي؟ اصل ايه مش لايقه؟ بي هي اللي لايقه، بعدين انا قلبي حاسسني ان هي هتطلع بي. يا سلام. رقت واللي جنبها قلت. مستر على فكره احنا بنكتب وبنحل، حضرتك كنت عايزنا نكتب ونحل واحنا كنا بنكتب بس. بس دلوقتي لما حضرتك قلت لنا ان احنا نكتب ونحل، ادينا اهو بنحل من غير صوت. وانت بتحلي معاه ليه من غير صوت؟ قصدي حضرتك ان احنا ان كل واحد يحل لوحده. لا اصل احنا ما بنعرفش نحل لوحدنا، اصل احنا يعني بنحل مع بعض. مستر احنا بنكتب وبنحل. قلتي لي لتر كام؟ سي؟ ايه؟ طب واللي بعدها؟ السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده. شو قلت لكم ان احنا كنا بنستغل طيبة المدرس ده؟ واكتر استغلالا لطيبته ان احنا كنا بنحب الاكل، كلنا بنحب ناكل، بنحب ناكل في البريك. اول ما بيجي البريك كده كلنا طبعا، وده اكيد الوقت، البريك ده اكيد وقت الاكل يعني، سبحان الله مش محتاجه بديهيه. بس هو مكان البريك ده ما كانش وقت الاكل لينا احنا. الحقيقه ان احنا كنا بنحب ناكل في حصه المدرس ده بس، حتى لو كانت حصة المدرس ده بعد البريك. كنا ما بناكلش طول البريك ونأخر البريك بتاعنا شوية علشان لما تيجي حصة المدرس ناكل في الحصة بتاعته. كناش بناكل سندوتشات عادية زي الناس. ممكن لو احنا مش جايبين حاجة معانا، ممكن ما عشناش غير السندوتشات مثلا بتاعتنا او كده ناكلها. بس غير كده احنا كنا بنجيب حاجات تانية. اقول لكم ايه، احنا عايزين نجيب بقى حاجات معانا بكرة. انت تجيبي لب، اوكي، وانت تجيبي سوداني، وانا هجيب لكم فشار. فشار هعمل في البيت واجيبها لكم، تمام؟ وانتي هاتي شيبسي، اوكي؟ اوكي، اتفقنا؟ بس بكره، بكره. اوكي، اتفقنا. ازيكوا؟ ها، جبتوا الحاجات؟ وانا جبت فشار. اوكي، المهم ان انا جبت فشار. ها، حصة المستر النهارده امتى؟ اوه يا ربي. دي حصته بعد البريك. الحصة كان بعد البريك. الحصة اللي بعد البريك على طول. كويس، خلاص. بصوا يا جماعة احنا ما ناكلش الحاجات بتاعتنا دي غير بعد البريك. معاكي سندوتشات؟ ما جبتيش حاجة؟ معاكيش؟ طب خلاص خلاص، بصوا لا سندوتشات ولا لب ولا سوداني ولا أي حاجة ولا شيبسي ولا فشار ولا أي حاجة غير بعد البريك، اتفقنا؟
المستر جه. النهارده هناخد حصه، لو سمحت كلكم تطلعوا الكشاكيل والكتب بتاعتكم. يلا اتفضلوا. الحصه بدات، يلا يلا طلعوا الحاجات. اوكي يلا. ما مش لاقي قلم سبوره، حد معاه قلم سبوره؟ هاتي. انا عايزه لب. انا بحب اللب. هاتي. لا بصي، هاتي حطيه هنا. يلا تعالي كلي. هاي يلا. معرفش ليه ساعتها كانت الحاجات دي يبقى طعمها حلو قوي في حصته هو لوحده بالذات، مبقاش حلوه في البريك، مبقاش حلوه في اي حصه تانية الا حصته. المدرس ده احنا كنا بنطلع عليه اسم، يعني كنا مسمينه باسم معين، نيك نيم بنقول. على فكره مش هو لوحده برضه، هو معظم المدرسين او كل المدرسين تقريبا اللي كانوا في مدرستنا كنا بنطلع عليهم اسماء معينه، بس انا مش هقول لكم على اسمه عشان انا ندمانه ان احنا كنا. اوكي طب هقوله لكم، بس مش انا اللي طلعت عليه الاسم ده، هم اصحابي هم اللي طلعوا عليه الاسم ده. وبعدين بقينا كل ما بنيجي نتكلم مع بعض ما بينا من بعض كنا بنقول مستر والاسم اللي احنا طلعناه عليه. اوكي هقوله لكم خلاص. كنا مسمينه مستر ارنوبه. اوكي انا عارفه ان الموضوع غلط تماما ان احنا نعمل كده، بس كنا برضو اطفال مراهقين. اوكي الموضوع ده غلط، محدش يعمل كده مبدئيا، يعني عشان احنا لما كبرنا ندمنا على احنا كل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها دي اصلا. بس هو كان طيب قوي والله، وبجد انا ندمانه على كل الحاجات اللي انا كنت بعملها دي. أوكي. لكل الاجيال اللي طلعوا ما تعملوش حاجات زي دي تماما، خليكم كده عاقلين وحبوا المدرسين بتوعكم وخلوهم هم كمان يحبوكم، ومتقعدوش تطلعوا اسامي ولا تقعدوا تعملوا الحاجات دي لانه غلط تماما، هتندموا بعدين. كان اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى اكون بس يعني رسمت الابتسامه بس على وشكم مش اكتر. انا مبسوطه جدا ان انا رجعت تاني، ودوسوا على الجرس علشان ما يفوتكوش اي فيديو جاي. وبس انا بحبكم جدا جدا جدا، ومع السلامه. Mm-hmm.